ألف سلام. أنا بقى عطيتك السر بقى. شكرا حبيبتي. حلو ولا؟ بس أنا حاسة لما حطيتي لي المرهم عمل شوية. هو أنا حطيت له حاجة بس أنا هقول لكم هي إيه. الحاجة أم الإخلاق. الحاجة سامية المرة اللي فاتت ما حضرتش وأنا ما بحبش إن أنا ما تكونش موجودة وأقول حاجة. أشكرك. فقالت لي أنا وقعت على رجلي وفعلاً أنا لقيت كلمة محترمة جداً وطبعاً هي بتبقى مؤلمة جداً. بصت من إمتى؟ الألم والخلايا اللي هي متفعصة مش هقول متدمرة هقول متفعصة والحاجات اللي بتطلع منها. فانا قلت هجرب معاها حاجة ايه هي اللي انا اللي جبته لها وده اللي جبته لها بطريقة معينة. الله يكرمها يا رب. ايه بقى حذروا لا فولترين ولا 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 ايه الزيتون لا والله ها انا ارخص من كده. انا لسه مش عارفه لحد دلوقتي بس ما شاء الله. انا هقول لهم لا ما شاء الله لكن لو بتوجعك مش هقول. لا ما شاء الله صليت الحمد لله. طيب باختصار فيتامين سي مش قلنا بيدوب في الميه؟ فيتامين سي. انا رحت بليت ايدي من الثلاجه الميه الساقعه في الاول وبعدين رحت حاطه فيتامين سي. مش هقول الماركه بتاعت الفيتامين سي. اي فيتامين سي ولا هو يمكن ميكس كريم ومره بس هو عموما الفيتامين سي حتى لو هو ايه كده بيدوب في الميه. فانا لما حطيت طبقه ميه فانا دوبته في نص من الركبه فهو عطاها انا احسن في مره خلال 10 دقايق. لا هو مش مره يا حبيبتي هو مركب كده مركب تركيبه يعني بطريقه معينه لازم الوش او الجلد يبقى مبني. فانا ما انا مش هقول كده كده اي حاجه فيتامين سي اي فيتامين على رجلين بيجيب له تلج. انا عملت كده خدت الميه الساقعه الاول عملت لها كده وبعدين حطيت فيتامين سي. اي فيتامين سي اي شركه ماي وين ولا 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 فيتامين سي لا في اتجاهات مختلفه كده. دورت كريم. ايوه بالكريم ما فيتامين سي فيتامين سي بس خلاص. يعني الصيدليه لو قلنا عايزين مره فيتامين سي. لا هو مش الصيدليه هو انا قلت لك حاجه ماي واي او كده اللي هي شركات اللي هي بتعمل فيتامين سي عشان حاجات ثانيه. طب نجيبهم منين يعني عشان خاطر ده بقى للطوارئ ابن بنتي وقع على وشه. لا استنيني استنيني وش حاجه ثانيه. لا استني انا بقول في الم في مش قادره اقف على رجلي هي مش قادره تصلي هي جت عشان النهارده الثاني مره هتبقى ما جاتش وانا رجليا مش قادره. انا معايا لسه انت جبتيلي مرتين كده خلي بالك جبتيلي هناك مره وهنا مره فاضل لك مره اكتشفت الحمد لله طلعت كويس الحمد لله. بشكركم جدا يا جماعه اي حد اي خدمه هنشوفكم. شكرا حاجه شكرا لكم كل خير يا دكتور. المره الجايه ان شاء الله الدايت الاقتصادي تكون الناس اللي صالبينه جوه.